بالفرقة العالمية لحقوق تأليف ساسين، رئيس الجمعية المغربية لرابطة الشعر الغنائي بالمغرب. أظن بأن هذا التعريف وهذه الورقة هي مختصرة، فلا بغينا نجبدوا المزايا ديال الأستاذ عبد الواحد التطواني، ربما غادي يطلب منا الوقت الكثير، فاحنا حاولنا ما أمكن نلخصه. الحضور الكريم، أبا جوق الموسيقى العربية التابع للمعهد الموسيقي بالعرائش برئاسة الأستاذ مصطفى حداد، إلا أن يقدم هدية للأستاذ عبد الواحد التطواني. مرحبا بكم جميعا، السادة نائب رئيس المجلس البلدي، السيد السادة أعضاء وعضوات المجلس البلدي، ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ممثلي وزارة المركز الثقافي، السي عثمان الخلوفي معد مجموعة من البرامج في داخل قناة الجزائر، مرحبا. الموسيقار والفنان عبد الواحد التطواني، وكذلك العائلة المحترمة المرافقة له. طبعا دون إغفال مجموعة من الممثلين للجمعيات والمنظمات الشبابية، طبعا نرحب بالكل. طبعا ذهبت جمعية زور الشباب لتنمية مدن تأسيسها سنة 2013 على تنظيم مجموعة من الأنشطة في مختلف المجالات، واليوم نحن في محطة خاصة حيث تستقبل مدينة العارج أحد أعمدة الفن الموسيقي المغربي الأصيل، ولنا عظيم الشرف اليوم أن نكرم شخصية فتى بصمت تاريخ بلادنا الموسيقي بميزات راقية. الرائد والموسيقار عبد الواحد التطواني غني عن التعريف والمعروف بجمعه عدة خصال حميدة، نادرا ما تجتمع في شخص واحد، إضافة إلى إزرائه للخزانة المغربية الموسيقية. طبعا هذا الهدف من وراء هذا التكريم هو ربط وتعليم جيل جديد برواد الفن الهادف والصادق. مرحبا بفنان الفن عبد الواحد التطواني، كذلك الشكر موصول لشركائنا المجلس الجماعي لمدينة العريش، المركز الثقافي، مديرية وزارة الشباب والرياضة، المنتدى الفني، كذلك وكالة قانون، وكل طبعا من ساهم في هذا العمل من قريب او بعيد. كما نشكر كل الإعلام بمختلف أطيافهم، وشكرا للجميع وفرصة ممتعة. فرصة ممتعة. جمعية صدى الشمال ترسخ ثقافة الاعتراف مدينة العريش، كل سنة يكون عندها موضوع، كل سنة تصبح شخص رجال ونساء يساهموا في العطاء الثقافي والفني في المغرب مدينة العريش. اليوم اختيار جيل موفق، أتكلم قدام الأساس التدريبي بالمناسبة لحي الجامع مع الموسيقى مدينة العريش، أصدقاء وشقيقات أصحوا وأصحابوا بوجه موسيقى جديدة ومتزامنة تقول أجيال وأجيال. مرحبا بالسعادة التطواني مدير مدينة العريش، شكرا للجمعية المكرمة لكل ما ساهمت اليوم لجميل هذا الفضاء اللي جمعت العريش على المجهود من أجل القانون والمسلمة الأمريكا اللي تمكن من الجمعية الثقافية العالمية والواقعة بالجمعية تطلق الفضاء، تتمنى في القريب العاجل يعرف تحسينات لأنه وضعيته ماشي جيدة. نتمنى من وجود السي عبد الواحد التطواني من أصدقاء وضيوف من مدينة العريش يجبروا سبيما هذه الدفع كل أجمل تليق بالسمعة ديال الفنان والسمعة ديال مدينة العريش. كنشكر جموع الحضور، فجمعية صدى الشمال عودنا دائما أنها تكرم الفنان،
كنمو بهذه الجهود في الانبياء وكنتمنى للشعب هذه المسائل وما نطولوش عليكم صلاه الامتحان وشكرا للجميع. عندي واحد تيطول وغيكون عزيز عندنا ايضا وهو عبد السلام الخلوفي باحث في التراث اللي غيقدم لنا الشهاده في حق الاستاذ عبد الواحد التطواني اللي يتفكر بالكون. مساء المحبه الحضور الكرام كل باسمه وصفته الفنية على مدى التاريخ تعرفون أن عازفا ماهرا كان يقدم وصلات أندلسية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي عبر أثير الإذاعة الوطنية سي محمد البارودي تلقى تعليمه وأولى مبادئ العزف في هذه المدينة العزيزة ونشهد أنه عازف كبير مثل بلادي السلاوي من مدينة العشق على إيش يستفيد من موسيقيها يدل على أن هذه المدينة كانت تعرف انتعاشة موسيقية كبيرة. هذه المدينة تفتخر بأحد أبنائها البررة محمد أمين الأكرمي الذي يقود اليوم جوق محمد عادل تسامري بتدوان الحضارة. هذه المدينة أعطت لائحة من قيمة الفضل التدلاوي الذي أطلعنا على الحركة الفنية بمدينة العرائش في مختلف مظاهرها وحتى على مظاهر الحياة الفنية والثقافية بالمغرب. إذا ليس غريبا على مدينة العرائش أن تحتضن اليوم وبأدواع مفتوحة حفلا تكريميا لأحد رواد العليا المغربية الأستاذ سي عبد الواحد التطواني. كتب له أن يولد في مدينة تتنفس موسيقى تتنفس مديحا فهو سليم الزاوية تلقف الطبوع المغربية مما كان يسمعه من الزوايا الكثيرة الموجودة في تطوان. ثم إنه نشأ في مدينة أندلسية البحر وتعلم على كبار أساتذتها من شكلة سلمدريد من شكلة عازف كمال ماهر سعد الشنتوف الذي رافق لسنوات محمد عبد التسامري في مسيرته الفنية الطويلة. ثم قيل له أن ينتقل من الحمامة البيضاء إلى الرباط العاصمة ليلتحق بالإذاعة الوطنية سنة 1960. وما أن شرع في البث التلفزيوني حتى كان سي عبد الواحد التطواني أول وجه مغربي غنائي يطل على المغاربة سنة 1963 وأدى آنذاك أغنية عشي غزالي التي كانت قد اشتهرت بعد أن أداها المرحوم المعطي بن قاسم سنة 1959. عندما بدأت سياسة الأجواق الجهوية أحدث جوق جهوي بمدينة طنجة بقيادة العبقري الذي يفتخر به المغاربة عبد القادر الرشدي وكان من أعمدته الأستاذ والفنان عبد الواحد التطواني كمطرب أول لهذا الجوق الجهوي بمدينة طنجة. ولعلكم استمعتم من طرف أحد شباب الفرقة إلى أغنية ظلمتيني التي لحنها الرشدي والتي كانت بداية للبرفوار كبير أنشز في هذه المدينة من شكلة مشيعة التهاني من شكلة طنجة اليمن والعديد من الموشحات الأخرى. سعد التطواني أيضا يلقب بمطرب الملوك إذ التحق سنة 1960 بالجوق الملكي وكان من الأصوات المفضلة لدى الحسن الثاني رحمه الله. كما تعلمون في الحسن الثاني كان محبا للفن والفنانين وكان يطرا لسماع صوت قمر المغرب الاستاذ عبد الواحد التطواني. استاذ عبد الواحد التطواني بعد مسيره طويله متعنا بعديد روائع سواء مؤديا مطربا او ملحنا قدم عديد اعمال لكثير من المطربات والمطربين للمغرب. نتمنى له الصحه والعافيه وطول العمر وموصول الشكر وجزيل الشكر اطلب منه
جميلة صدى الشكل لأنها خيام الناس هذا في زمن الجحود، في زمن الاعتراف، في زمن الإعراض، في زمن الإسفاف، في زمن الإحطاط، في زمن أبعد من الحضيض، تجد أناسا يفكرون في رموزنا الوطنية. يستحق أيضا السيف هذه الثقة من بعد مكتبة العرائش، شكرا لتجربته. وكما تعلمون فحال المعاني الموسيقية في المغرب هو معروف، ومع ذلك يكون مجهودا بينا وظاهرا وواضحا، وليس المقام للحديث عن وضعية الأستاذ المتعاقب وما يتطلب ذلك وما يرى. فهم أتى بهذا الموضوع، أتمنى أن ينالوا الدعم وأن ينالوا السبب، سواء هذه الفرقة الموسيقية أو هذه الجمعية التالدة. ولكن كان الحب ديالنا الكبير هو الأغاني اللي كان كيردها سي عبد الواحد، لأن المقامات اللي كان كيوصل له سي عبد الواحد راه كنا كنصعب علينا ونحبوا، لأن فعندنا في عبد الكريم اللي فات ميرو دالانتيني فرحة طنجة موشحة للجمهور الكريم، ما كيعرفش على سي عبد الواحد الدواني هو أول مغنى يد الوطن أو لا تطلب. سيدي وفاتي هو مبقى في باب اللي كان يحكم كذلك سي عبد القادر رضي الله عنه، اللي هو شمس العاشي اللي كان كيغني سي عبد الواحد وهذه شمس الضحى. الأماكن في تطوان من باريو مالاكا حتى طلعة حتى مطويلة حتى بالبلدة زعما سالية برمل، بزاف ديال الأماكن اللي كنا كنتلاقاو فيها. فلي الشرف أنني نحضر معك، ولي ما ذكرت سي عبد الحسن الخليقي هو أستاذ اللي في الأدب جرادة، اللي كان أول أستاذ اللي جاي كان طلبة مع الموسيقى ديال جرادة، وكان عبد الواحد الشكواني الله يخليه لنا ويطول طول عمره، اللي فنان معنى الكلمة، واللي خصك تعيش معاه باش تعرفوا أنه إنسان الله يعمر أسنعه الله يطول عمرك الله يسلمك من العشيقة ديالك. تنطلق من الأصدقاء للأستاذ عبد الواحد الشكواني تحكم على المنصة كاملين، أيضا تنطلق من الحال الأول أسماء البغدادي الشاعرة الزهرة الحميدي، أسماء أستاذة ديال العود سعاد يعقوبي، الحاجة كريمو بصراحة، ضيوف ديالنا حضر معنا أستاذ نوفل وصدرة تذكارية مع الأستاذ قام معنا الإخوان، كنطلب من الحضور اللي بغى ياخذ واحد صورة تذكارية مع الأستاذ الفنان ديالنا. إلى القرن الحسين السلاوي فهو الراعي التالي، ولكن سنة فرنسية بعد وفاة الحسين السلاوي جاء السي محمد فتح بن باريس بأغنية قومية، ولكن بعد استقلال سنة
أكيد المريح من الآخرين رسول محمد بن عسلان الله يستصحك وعافيته المنفرد الكبير المعطي بن خاصم المطرب محمد بن مزجدي الملحن عبد الرحيم الستار احمد الغرباوي وكل من الفنانين الكبار اللي اسسوا الصرح اللي انا اعتقد انه يتمي من تلامذته او غصن منه وان كنت راهبا فنتمنى من كل قلبي ان نكون من المدن المغربيه ان نحتفل بهذا الناس اللي اعتقدوا الشيء الكثير وان كان عندهم ولكن للذكر وذكر وما ننسى عليكم سلامي وارتقى فيكم ظني كشمس البهاء انت رائع الفني لعمري كم اهديت للفن من لون فانت كبدر جاد بالنبل والمن لقاء من البهاء يسمو بعرائشه كنجم اضاء في القلب والعين ولي نفس تهوى كل مفخرة وفخرك أنت كالشمس في الكون كم أعطيت لنا من بسمة الروح وخاطبت القلم بأجمل اللون والتقيت في سماء العلا بشيم والتقيت بسماء العلا بشيم لا تكون إلا بالرجاء والتمني هنيئا لك التكريم في محفل سينشد التاريخ ويفخر ويغني ولي محبة نسجتها لكم بصدق ولي محبة نسجتها لكم بصدق فاكتبوا الشهادة وسجلوها عليكم تلقوا في الحفلة. أعطينا ليمون.